عاوزين نكته يا عم. نكته زي ايه يعني؟ اي نكته تخطر ببالك بس بتنزع على التلفزيون. اي نكته تخطر في بالك. جانا رمضان جانا رمضان. بقول لك هذا مره نمله بتحوش محشش على صرصور. ليش؟ ليش؟ كل ما تقول له ايش اسمك ولا صنصون بقرط يعني رشا. حلوة. رمضان. اوكي معي فريند. اوكي مين اكثر النساء من الرجال؟ من اكثر النساء من الرجال بالعالم ولا على مستوى وين؟ على مستوى العالم كله. على مستوى العالم كله. معقول للرجال؟ لا. مين؟ النساء اكثر لانه المرأة مرأة واللي برد على كلام المرأة مرأة مثلها. هاي واحدة. جانا رمضان. اكسكيوز مي احنا راجعين بس هاي شغلة ما بتتضيع بصراحة. هاي. Do you have any jokes? Yeah, I have one. Yeah. Okay, you know Amy Winehouse, yeah. Yeah. You know excuse me, ضروري تشغلنا الوايد. Yeah. Okay, what's the difference between Amy Winehouse and a moped? What? حتقول ايه النكتة؟ ليه الصعيدي لما يجي ينام بحط رجله بالشباك؟ ليه الصعيدي لما يجي ينام يحط رجله بالشباك؟ ليه؟ 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 عشان يكابل الناموس. Again please. What's the difference between Amy Winehouse and a motorbike? What? A motorbike will reach over 30. She died 27. هذا مرة واحد فات على أمه لقاها مولع قالها منورة يا حجة. مرة واحد دعس بريك أخذه على المستشفى. طب مات بريك؟ لا لسه عايش. هذا سيدي مرة ثلاثة واقفين جنب سيارة هيك حلوة كتير. الثلاثة هيك زهقانين. بقول له في واحد منهم شو بقول مين بيقدر يكسر قزاز السيارة ببزاقة؟ إجا منهم واحد بقول أنا بقدر. يلا عمل هيك فقع القزاز ما انكسرتش. إجا الثاني شو سوى؟ لما الأولانية حطبت أمه فقع القزاز ما انكسرت. اجى الثالث قال لهم رجعوا غاد اثنين سحبوا من التنتين وحطوا في امه وبدأ عمل هيك صاحب السياره بقول شو السبب ده؟ قالوا ولا شيء. مره استاذ بضل يقول لولد انت غبي غبي غبي. اجى نادى ابوه قال له الاستاذ بضل يقول لي غبي. اجى راح سال الاستاذ ليه بضلك تقول لابني غبي؟ ولا بقول له استاذ شوف كيف ابنك غبي تعال لهون. اسا الاستاذ بقول للولد روح شوفني اذا انا بغرفه المعلمين. اجى سفن الولد اجى ابوه صمد كف بقول له روح شوفه. مرة واحد لف الدوار هدية. مرة اثنين على برج دبي. اسا واحد بيسأل الثانية بتقول قديه دق عدت اني اصل الارض؟ ولا بقول له 3 ايام، ولا بقول له فكرك بموت، ولا بقول له اشي طبيعي 3 ايام بلا اكل وبلا شرب. شكرا يا ضحى. ما شاء الله ضحى موسوعة. ايوه. بقول لك طفايله طلعوا على بدهم يطلعوا على القمر، شافوا الامريكان يعني الامريكان طلعوا على القمر. فالطفايله قرروا ايش؟ يطلعوا على الشمس. فالامريكان سمعوا انهم بدهم يطلعوا ايش؟ على الشمس، فقال حاولوا يهدوهم يعني بتنحرقوا. الطفايله قال لا والله غير نطلع. هم الطفايله ايش؟ قاعدين بيتشاوروا بينهم وبين حالهم. واحد طفيله بحكي للثاني بقول له يا اخي كيف بدنا نطلع على الشمس والله غير ننحرق؟ رد هذاك شو بقول له؟ ليش احنا طالعين في النهار نطلع في الليل. ليش اهل الصين بقبروش غير على الجبل؟ بقبروش الميتين غير على الجبل. ليش؟ لانه غض المقبره. طيب هاد اسمع. هذا مره واحد حفايته انقطعت وداها عند الكندرجي راح خيطها بعد اسبوعين شافها كويس فك القطب.